FM. الكلمة ليك. كان عندي حوار منذ يومين على قناة روسيا اليوم مع أحد ممثلي المؤسسة الفرنكوفونية في باريس، وقال لي انتوما التوانسة تجيو لباريس وتاكلوا وتشربوا وتقرأوا بلاش وكل شيء. أنا شخصيا يعني كنت في باريس منذ مدة ونعيش في لندن. نعطيك رقم مثلا باش نقارن لك يعني في المستقبل، يعني مستقبل فرنسا حتى اقتصاديا. فرنسا فيها مشاكل ياسر متاع تشغيل حاليا. في لندن برك فما أكثر من 400,000 فرنساوي الجنسية، يعني خارجين من فرنسا جايين لبريطانيا يخدموا. هل مستقبلنا في فرنسا؟ ما هذه نقطة استفهام، يعني هما بيدهم الفرنسيس هاربين من بلادهم باش يخدموا في بلدان أخرى. العدد يمكن أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أستراليا وفي كندا. يعني عندنا مستقبل غديك أي ما نعرفش. الكلمة ليك.